فيما يخص القضية الوطنية، إن المحامين المغاربة يؤكدون على مواقفهم التامة من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني بما فيها سبتة ومليليا والجزر الجعفرية وباقي الأراضي المحتلة. هيئة المحامين بجيدة استضافت المؤتمر 29 لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، وقد عملنا على أن نهيئ لزملائنا المحاميات والمحامين الجو والمناخ المناسبين للاشتغال في راحة واطمئنان من أجل الوصول إلى إخراج توصيات تعبر عن همومي وانشغالات المحاماة والمحاميات والمحامين وعن تطلعاتهم في المستقبل القريب والبعيد. عسى أن يتحقق من تلك التوصيات ولو الحد الأدنى لتزيد مهنة المحاماة من إشعاعها وألقها، ولي يتحمل المحامون مسؤولياتهم بغاية إرضاء الوطن والمواطنين. التوصيات التي خرجنا بها، خرجنا بتوصيات مفيدة مهمة، نتمنى أن نعمل على تطبيقها على مستوى وإنجازها على مستوى الواقع مشاركة مع الشريك المتمثل في وزارة العدل التي نعتبرها فعلا شريكا أساسيا في تحقيق كل مطالبنا وملتمساتنا. 25 ماي قاموا في الجلسة الافتتاحية، أنا سألت بعض الإخوان من 25 ماي قالوا لي بأنه مسألة نريد أن نعبر عن صوتنا وإسماع صوتنا، قلت لهم مرحبا، فأنتم فعلا عبرتم على أنكم تنضبطون للديمقراطية حينما قمتم بالاحتجاج، وكذلك نحن ننتظر منكم أن تقولوا لنا بماذا تطالبون. إن المحامين يؤكدون على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية ويساندون كفاحات الشعب الفلسطيني ويرددون بالمناورات التي تستهدف تقسيم الدول العربية والإسلامية وتجزئتها وتشريد شعوبها كسوريا والعراق واليمن وليبيا.